في أجواء إيمانية علمية انطلقت فعاليات المجلس العلمي الذي ينظمه المنتدى الإسلامي في الشارقة بالتعاون مع الجامعة القاسمية استكمالا لسلسلة الجلسات التي ينظمها المنتدى. الثقافة والعلم عنصران لهما ارتباط وثيق بإمارة الشارقة وأنشطتها الفاعلة، والدليل على ما توليه الإمارة من اهتمام بالتعليم فعاليات المجلس العلمي الذي ينظمه المنتدى الإسلامي في الشارقة الذي انطلق ضمن أنشطتها العلمية والثقافية. المجلس العلمي حقيقة يعني له صدى وله دور فعال في ربط هذا المجتمع بماضيه التليد، وهذا المجلس يعني ارتأى أن تدرس فيه علوم القرآن، علوم الحديث، علوم الفقه وأصوله، وهذه بادرة طيبة في نفع المجتمع، لا سيما عندما رأيتم الآن نجد العربي وغير العربي، الأسود والأبيض، كلهم قد اجتمعوا في دراسة وتدريس هذا الكتاب. تأتي الفعالية المقامة على مدى 10 أيام في مسجد الجامعة القاسمية اهتماما من المنتدى لإحياء التعليم الشرعي الأصيل الذي يتم شرحه عن طريق كبار مشايخ الدين والفقه. بحمد الله تعالى هذه المجالس العلمية مباركة وتحقق الفائدة المرجوة، نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود جميع القائمين على هذه المجالس وأن تستمر إن شاء الله تعالى في المستقبل هذه المجالس. حضرت هذا المجلس المبارك 10 أيام، أشكر الله وأشكر حاكم الشارقة صاحب السمو وكل من خدم في هذا المنتدى الإسلامية، كان محاضرة رائعة جدا. يعقد المنتدى المجالس العلمية الثرية بالعلم والتعليم عبر تنظيم حلقات دينية ونقاشات تجمع الطلبة وأئمة المساجد تحت سقف واحد، مما يتيح للدارسين التزود من مناهل العلوم الشرعية. مجالس علمية تحيي التعاليم الشرعية في أجواء روحانية وإيمانية تحت قبة مسجد الجامعة القاسمية. لإخبار دار محمد الجنيدي الشارقة.